أهلا بكم حيثما كنتم، كل التحية والامتنان تذهب لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي وضيوفنا الأعزاء هنا في الاستوديو. أرحب بكم في النسخة 24 من حلقات مبادرة مناظرة، نتجادل ونختلف كالعادة، ونقاشنا دوما في كنف الحرية والديمقراطية. أنا مكي هلال، مذيع وإعلامي تونسي، أتشرف بأن أصحبكم في نقاش أطروحة هذه المرة ضمن استراتيجية جديدة تعطي فيها مبادرة مناظرة الفرصة لأكثر من إعلامي عربي للتناوب على إدارة النقاشات بهدف إثرائها وتنويعها. في 8 نوفمبر المقبل سيخرج الناخبون الأمريكيون لاختيار الرئيس 45 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. يصف المراقبون سباق الانتخابات هذه السنة بأنه الأغرب على مدار السنوات الماضية، وأن ملفات السياسة الخارجية الأمريكية هي الملف الأهم الذي قد يحسم من خلاله الناخبون تصويتهم. مع ملفات عالقة وصراعات وحروب وأوضاع غير مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد يحسم بعضها بعد الاختيار ما بين ترامب وهيلاري. يقف مرشحان تختلف وجهة نظرهما بالتأكيد في ملفات سوريا وداعش وليبيا واليمن والعلاقات مع السعودية ومصر واللاجئين العرب والمهاجرين. قبل 216 ساعة من بدء التصويت، تتيح مبادرة مناظرة لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، تتيح الفرصة لضيوف عرب من الشباب وقادة الرأي وصناعه للتناظر والتعبير عن وجهة نظرهم أو وجهات نظرهم بخصوص سؤالنا المركزي. سؤالنا اليوم: من هو الأفضل من المرشحين الأمريكيين للعالم العربي؟ ترامب الأفضل للعالم العربي هي أطروحة مناظرتنا لهذا اليوم، والتي يسعدني أن أرحب فيها بضيوفي. أبدأ على يميني، يسعدنا أن نرحب بداعم للأطروحة بقوة يأتينا من العراق، السيد مازن الأشيقر، المستشار السابق للحكومة العراقية والخبير الاقتصادي. أهلا بك. شكرا أستاذ مكي. أرحب أيضا على يساري، تأتينا ضيفة عزيزة من سوريا تعارض الأطروحة بكل ما في الكلمة من معنى. أرحب السيدة نغم غادري، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري وقوى الثورة والمعارضة. أهلا بك سيدة نغم. أهلا فيك، تسلم. كما لا يفوتني أن أرحب أيضا، أعود إلى اليمين مرة أخرى، معنا شباب يحمل أصوات مختلفة ربما لكن داعمة على الضفة اليمنى. من ليبيا جاءتنا نهال دهماني، الطالبة والناشطة في المجتمع المدني، وهي تؤيد بقوة أطروحة المناظرة. أهلا بك نهال. أهلا. أهلا. على يساري شاب آخر أتى خصيصا من المغرب وهو معارض، أكاد أقول شرس لهذه الأطروحة. أرحب بأسامة الأخضر من مؤسسة مناظرون أو متناظرون عظماء من المملكة المغربية. أهلا بك. أهلا وسهلا. الآن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نبدأ الحلقة ونفتتح نقاشنا بتصويت الحاضرين على أطروحتنا هذا: ترامب هو الأفضل للعالم العربي. هكذا انطلقنا من هذه الأطروحة دون انحياز. طبعا إن كنت مؤيدا لهذه الأطروحة اضغط أو بادر بالضغط على الزر أو على الرقم 1 إن كنت تريد أن تدعم هذا الموقف. إن كنت تعارض هذا الموقف، كلامي للحضور هنا في الاستوديو طبعا، فلكم أن تضغطوا على الرقم 2. نبدأ عملية التصويت. لكم أن تضغطوا على الزر 1 أو 2 كما ذكرت، لدعم الأطروحة أو لمعارضتها. في انتظار أن تظهر النتيجة، لا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر متابعينا عبر منصات مناظرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بإمكانكم دوما المشاركة في النقاش بإرسال أسئلتكم عبر الصفحات الخاصة بمناظرة على هاشتاغ DD24 أو من خلال حساب مناظرة على فيسبوك وتويتر. نحن دوما في انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم التي تثري نقاشنا بالتأكيد وتضيف إليه أبعادا جديدة. الآن دعونا نستعرض معا نتائج التصويت إن صارت جاهزة.
ما زلنا ننتظر، هناك ربما بعض التردد. أيضا في التصويت في الولايات المتحدة هناك ما يسمى بفئة المترددين. في الاستوديو لدينا فئة المترددين أيضا. على كل يبدو أن الجميع حسم أمره أو يكاد. ما زلنا ننتظر النتيجة. بدأت تظهر 33% موافقون لأطروحة اليوم، و 67% يعارضون بشدة أطروحة اليوم التي انطلقنا منها، أي يرون أن ترامب ليس الأفضل للعالم العربي. على كل هذه النتيجة سننطلق منها كخطوة أولى كمسلمة نثري بها نقاشنا، وسنحاول أن نرصد من خلال هذا النقاش وهذا التناظر هل سينجح هذا الفريق أو ذاك في تغيير وجهة نظر الحضور. لدينا تصويت ثاني ونهائي في ختام هذه الحلقة، هذا ما سنكتشفه في ختام ومنتهى هذه المناظرة التي ستبدأ في الحال. الأمر لم يعد يحتمل التأجيل. نستهل نقاشنا هذا بالاستماع إلى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة. نبدأ على اليمين كالعادة، والتي يلخصها لنا السيد مازن العشيقر في 99 ثانية ليس أكثر. فضل السيد مازن. إذن الالتزام بالوقت ضروري سيد مازن، 99 ثانية تفضل. شكرا أستاذ مكي. هناك مرشحان لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. من هي هيلاري كلينتون؟ هيلاري كلينتون كانت وزيرة خارجية أوباما في الدورة الأولى. قبل حوالي 7 سنوات وبالذات يوم 4 حزيران 2009 جاء باراك حسين أوباما إلى جامعة القاهرة وأعطانا خطبة طويلة ورنانة وشجعنا في الشرق الأوسط أن نثور وننتفض ضد حكامنا، وهذا بالفعل ما حدث، ووعدونا بالديمقراطية الموعودة. وما هي هذه؟ هاي ما يسموها بالربيع العربي، أنا شخصياً أفضل أن أسميه الكابوس العربي. ماذا جنى الشرق الأوسط البلدان العربية من هذا الربيع العربي؟ هناك عساكر، هناك جيوش من خارج المنطقة تتدخل في شؤوننا، هناك أيضا الليبي يقتل الليبي، عفواً العراقي يقتل العراقي، السوري يقتل السوري، اليمني يقتل اليمني، وحتى المصري صار يقتل المصري. كان سعر النفط البرميل 120 دولار للبرميل الواحد، وبعد الربيع العربي بفضل هيلاري كلينتون وأوباما أصبح 40 دولار. في تاريخ المملكة العربية السعودية ولأول مرة هناك عجز في الموازنة الحكومية، هذا دمار. شبابنا في الشرق الأوسط قبل الربيع العربي كان له آمال وأحلام أن يصبح لديه عمل معين، أن يتزوج، يفتح له بيتاً ويعيش حياة آمنة. ثم جاء الربيع العربي، وما هي طموح شبابنا اليوم؟ طموحه أن يكون لاجئاً في أوروبا؟ طموحه أن يكون في مخيم؟ أم طموحه أن يستشهد في سبيل قضية ما؟ هذا ما جنينا من هيلاري كلينتون. هذا قولك انتهى الوقت سيد مازن، عذرا للمقاطعة، لديك حساب الوقت في الجهة المقابلة، آمل أن تكون قد بلغت كل ما كنت تريد قوله في هذا الوقت الوجيز. تفضل. نذهب للضفة الأخرى على يساري، السيدة نغم ما عساها تقول لدعم وجهة نظرها المعارضة بشدة لأطروحتنا المنطلق في هذا النقاش، ترامب هو الأفضل للعالم العربي. نرحب بك، تفضلي لك الكلمة سيدة نغم. كالعادة نحاول أن نلتزم بالوقت ما أمكن، تفضلي. شكرا. مساء الخير. إن حديثي يبدأ بسؤال، من نحن؟ نحن أتينا من مكان واحد اسمه العالم الثالث، أي نستهلك ولا ننتج، ومن أسباب هذه التسمية هو قمع واضطهاد الشعوب، كذلك استغلال العالم الأول للعالم الثالث، وهذا ما يثبته ترامب في خطاباته وآرائه المتطرفة والمتشددة ضد الدين والعرق والجنس والجنسية. فهو يرى في كل مسلم متطرف، ويرى في كل عربي قاتل، ويرى في كل امرأة رغبة، ويناقض نفسه حين يرى بشار الأسد الحل الأمثل لبلد قتل فيه أكثر من 1,000,000 لمجرد بقاء بشار على الكرسي. يتحدث عن التنظيمات الإرهابية وكأننا صنعناها، وحزبه من فتح لها الأبواب بعد عام 2003 بداية من العراق وصولا إلى منطقة الشرق الأوسط. يسيء للعلاقات ما بين أمريكا والدول المنتجة للنفط، مع أنه يعتبر نفسه رجل الاقتصاد الأول في أمريكا، مع ملاحظة أنه خسر في عام واحد 800 مليون دولار.
ربيعنا العربي لم يزدهر إلا من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة، وبالتأكيد نحتاج إلى كل دعم ومناصرة من كل العالم. وما نسمعه ونراه من ترامب لا يبشر خيرا، وخصوصا لفتيات الربيع العربي. أنتم تحظون بهذه الفرصة، ليكن خياركم الفرصة. يا سمين. نعم. شكرا. عذرا للمقاطعة، الالتزام بالوقت عنوان رئيسي في هذه المناظرة. الآن جاء دور الشباب كي نسمع منهم أيضا في فسحة من الوقت في الحقيقة للشباب، لم نضبط الأمر ب 99 دقيقة، فقط نريد من كل متدخل أن يدافع عن أطروحته ويفسر لنا لماذا هو يتبنى هذه الأطروحة أو يعارض هذه الأطروحة. السيدات أو الآنسات، أولا أبدأ بك نهال، تفضلي من مكانك. لماذا تدافعين عن أو ترين أن ترامب هو الأفضل للعالم العربي، بناء على ماذا؟ بداية، أنا لا أقول أن ترامب هو بمثابة المارد السحري أو الإنسان الذي سينقل الوطن العربي من حالة الأزمة إلى حالة النمو والازدهار، ولكن هناك طرق وتصريحات تدل على أن ترامب سيؤثر بشكل إيجابي على الوطن العربي. إن رأينا من ملف قضية فلسطين فسيؤثر بالشكل الإيجابي، ولكن بداية سأتطرق وأسأل الأستاذة نغم، من جعلنا في العالم الثالث؟ رجاء، من جعلنا في العالم الثالث؟ طبعا إذا بدنا نقول من جعلنا، هو بداية حكامنا، ثانيا من سعى لأنه يكون النفط هو أداة وليس وسيلة لنا، بل أداة لنقدر يقدروا يلعبوا فينا. شعوبنا وأدائنا جعلنا أيضا العالم الثالث. حكام الشعوب هم كل من المسؤولية جعلوا. هل نحن شعب يحب العمل، يحب النجاح؟ عفوا حسب العادة. فنحن لما نقول الحكام، بالتأكيد هي الحكام من أعطت للشعوب وسائل إلهاء لتجعلها تستهلك ولا تنتج. السياسة هي القاطرة إذن، وهي طبعا السياسة والاقتصاد إلى هناك. نعم، يحتاج الفرد حاكما ليحدد له كيف يعبر أو كيف يثبت وجوده في الحياة في العالم، أيحتاج الفرد برأيك؟ حتى لا نبتعد نهال وقدر حماسك، لكن لم تجيبي عن السؤال، أو نحاول أن نتفاعل فيما بيننا، لكن قبل ذلك حتى يفهم السادة المشاهدون، لماذا أنت تتبنين أطروحة أن ترامب أفضل العالم العربي؟ بداية دعوني أتطرق إلى ملف تنظيم داعش، تنظيم الذي هلكنا. ترامب في كل تصريح له وفي برنامجه الانتخابي يؤكد على محاربته لتنظيم داعش، على خلاف مرشحة المقابلة هيلاري كلينتون. ماذا قالت؟ نتفاوض مع تنظيم داعش. يحتاج تنظيم داعش للمفاوضة والمحاربة، نحن نريد من يحارب داعش. هيلاري طرحت التفاوض مع داعش؟ نعم. لست متأكدا من هذه المعلومة، تريدينها على مسؤوليتك. ربما أسامة كفيل بالرد حتى نحافظ على هذا التفاعل الشبابي الجميل. تفضل أسامة. ترامب طبعا ليس الأفضل للعالم العربي، وفي السياق الذي ذكرته نهال، ترامب بذلك الخطاب وبذلك البرنامج الانتخابي المليء بكل ما هو إقصاء وبكل ما هو مواجهة للآخر بمفاهيم الإقصاء، بهذا الخطاب هو يقدم هدية للتنظيمات الإرهابية، هدية تستخدمها هذه التنظيمات حتى تستطيع أن تنشر فكرها الإرهابي، وإن نشرت فكرها الإرهابي تنشر امتدادها الإرهابي، وهذا فيه خطر على الوطن العربي. نهال تفضلت وقلت هيلاري تقول نريد أن نفاوض التنظيم داعش. أتحداك صراحة أن تأتيني بتصريح صحيح وبالمصدر الصحيح. نعم، المصدر لهذا التصريح. إيراد المعلومات والتصريحات مهم جدا، لا نريد أشياء غير متأكدين منها، هذا مبدأ أساسي في مناظرة. تماما، ولا يبني موقفا، وهذا يعني إن تختلقين حججا فهذا يقول بأن ترامب ليس الأفضل العالم العربي، عدم دفاع عن الأطروحة. نحن ننزلها عن الاختلاق على كل إلى حد الآن، ونحن في بداية هذه المناظرة، ربما هي قرأت ما لم تقرأه أنت. نعم، هي صرحت بذلك في قناة الـ MCN الأمريكية.
لا عند مقابلتها المفاوضات عند تحدثها على داعش قالت علنا نحن نريد أن نقضي على داعش عن طريق الحوار لا والدبلوماسية لا 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 ما هذه الدبلوماسية لا لست متأكدا ولكن أنا أكاد أنفي مثل هذا الأمر لمنطق بسيط أن من يريد أن يقضي لا يتحاور يذهب مباشرة إلى القضاء القضاء والقدر أحيانا أذهب إلى الأستاذ مازن ممكن أجيب أحد لديك ما تقول في هذا الباب تعليق صغير وعندي سؤال لا جوابا على سؤالك انه ماذا قال ترامب ما نزال نسمع عن دونالد ترامب من هيلاري كلينتون فلنسال المرشح نفسه ما رايه لديه الكثير من الاصدقاء العرب والمسلمين فهو ليس ضدهم ولكن الشخص يريد ان يحمي دولته من الارهاب يا ريت كنا في العراق نحمي بدولتنا من داعش ويا ريت في ليبيا حموا نفسهم من داعش أو في سوريا فهو يريد أن يحمي دولته من الإرهابيين ويريد أن يستفسر من اللاجئ قبل يعني أن يدخل إرهابيين قبل يعني أن يدخل لا لن يقول هذا قال أريد أن أستفسر من اللاجئ أو المهاجر الجديد إلى الولايات المتحدة إن كانت لديه علاقة بالإرهاب أو لا ليحمي دولته ومن حقه أين هذه البلدان لنفرض السعودية أو قطر أو الجزائر وصل سؤالك أفسح المجال الجهة المقابلة ربما سيدة نغم قبل أن أسألك أريد أن أريد تصريح عن ترامب في مقابلة مع برنامج 60 مينت أو 60 دقيقة على شبكة سي بي أس قال بالضبط بالحرف اسمحوا لي أن أقول هذا داعش في سوريا الأسد في سوريا الأسد وداعش هم أعداء نذهب نحن لقتال داعش لكن لماذا لا يمكننا السماح لداعش بقتال الأسد وبعد ذلك نستطيع التقاط ما تبقى هذه النظرة البراغماتية في السياسة الخارجية ما رأيك فيها؟ أول شيء الأسد وداعش ليس في خصام فبالتالي على ما يبدو أنه هذا التصريح تنقصه المعلومات الأكيد مؤكدة هي نقطة النقطة الثانية داعش على مدى 6 سنين من القتال في سوريا لم نرى حرب حقيقية لداعش مع النظام وما زالت داعش تسيطر على آبار النفط وتمد النظام بالنفط حتى اللحظة هي هناك عمليات قصف متواصلة فبالتالي معقلها أيضا ليست بالطريقة التي يقصف فيها الجيش الحر هو مجرد يعني دعاية هو أنه بحارب الإرهاب لكن حقيقة الأمر والواقع أنه أنا بس بدي إلى نهال والدكتور مازن التطرف يكون رد فعله تطرف آخر بالتأكيد. فبالتالي التطرف من قبل ترامب بالتأكيد سينشأ جيل جديد لديه نزعات متطرفة رد فعل على ما يحدث في ما يقوله ترامب ولا ننسى أنه بوش وهو من الحزب الجمهوري نفس حزب ترامب هو من أدخل القاعدة ومصعب الزرقاوي إلى بغداد بعد 2003 بالتالي نشأت القاعدة في منطقة الشرق الأوسط خروجها من أفغانستان أو البعض من أفغانستان وصولا إلى بغداد ومن ثم إلى دمشق كانت على يد الحزب الجمهوري نعم تأخذين إلى العراق وودت أن أوجه السؤال أيضا فقط حتى نتقدم في هذا النقاش ونحاول أن نأتي على أغلب النقاط سؤالي لنهال حتى أيضا نكون عادلين ما بين الشباب وصناع أو قادة الرأي العام هكذا نسميهم في تصريحات نهال لترامب قال إنه لو كان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والزعيم الليبي الراحل معامل القذافي في منصبيهما فإن هذا سيكون أفضل بكثير من الوضع الحالي صرح أيضا بأنه لو كان الأمر بيده لانسحب من سوريا تصريحات ترامب تظهر أنه كان مؤيدا لبعض الرؤساء الدكتاتوريين لنقولها ورغم سنوات الظلم وسنوات ربما القمع إلا أن ترامب يقف مع هؤلاء ضد الحراك العربي الثورات الربيع العربي لن نختلف على التسمية ما رأيك؟ بداية بخصوص قوله بأن صدام والقذافي هذا رأيه لا يهمنا هذا رأيه ولكن ذلك لسبب بسيط لو كان القذافي ما زال في الحكم ربما لن تكوني بيننا اليوم وتعبر عن رأيك بحرية لا أعتقد ذلك نهائيا ولكن أعتقد. بخصوص مستحيل من المستحيل ذلك فضل. بخصوص سوريا بخصوص موضوع سوريا هو لن يصرح عن وقوفه كحليف لبشار الأسد ولكن قال المعارضة سيئة وبشار الأسد سيء أي أنه ساوى الكفين فيما كبعضهم نعم الذي يدمر دولته هو سيء أي المعارضة سيئة وبشار الأسد سيء كذلك وبخصوص يعني سياسة عدم التدخل وانتظار
إلى ما تقول إليه الأوضاع أو المنتصر بعد 5 سنوات قال ندخل نحن ونخلي داعش ونظام الأسد وروسيا هذا دولة عظمى يقول رئيسها أو مشروع رئيسه إلى حد الآن مرشح سياسة المقعد الشاغر أو الانسحاب ربما هذا يقلل من قيمة ومن قدرته على القيادة تعرف الليدرشيب القيادة تقتضي حسما وحضورا لا غيابا ولكن رأينا سياسة التدخل إلى أين قادتنا إلى شعوب مشتتة وتكاد أن تباد أصلا نحافظ على هذه الروح التفاعلية أسامة إليك الكلمة قالت نهال بأن دونالد ترامب هو لا يدعم بشار الأسد الذي يدعم بوتين ماذا يفعل الذي يتفق مع بوتين ماذا يفعل ليس بداعم لنظام الأسد الذي يأتي على 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 معارضة المعارضة حين نتكلم عن المعارضة التي انطلقت في الربيع العربي معارضة سياسية هدفها يتعلق بالشعوب أنا لا أدري عن أي معارضة شريرة تتكلمين ولا يتكلم عنها ترامب لكن عفوا أسامة مضطر لمقاطعتك هنا من باب الإنصاف فقط المرشح الرئاسي إنما تهمه مصلحة بلاده وأصوات الناخبين فمن حقه أن يدافع عن بقاء الأسد إذا ما قدر هو ومستشاروه طبعا أن بقاء الأسد يخدم مصلحة بلاده ويخدم إمكانية أن يصوت الناس له ولكن لا ننسى بأن الأطروحة هي ترامب والأفضل للعالم العربي يعني نأخذ هذه التصريحات من جهة العالم العربي ونأخذها من جهة سوريا من جهة مصلحة سوريا والعراق مصلحة شمال إفريقيا حين نأخذ هذه الأمور من هذا الجانب وأرى بأن ترامب يصرح دوما بقرب علاقاته مع بوتين وأرى بأن ترامب يشيطن المعارضة بشكل خطير في 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 صورة الدولية هذا فيه دعم لنظام الأسد بل والأخطر من ذلك رغبة في إبقاء معادلة في إبقاء عامل نظام الأسد في معادلة الصراع في الشرق الأوسط هذا العامل إن بقي تواصل الإرهاب لا تتخيل بأن الإرهاب سوف يتوقف ذات يوم بأن التقتيل والصراعات ستوقف ذات يوم إن لم تزح كل العوامل التي تعتمد على الصراع اسمح لي نعم سأعطيك الكلمة فقط نريد أن ننوع ونأتي على موضوع آخر بسرعة سيدة نغم تعقيب سريع بقاء الأسد يعني بقاء القتل والدم فبالتالي هو يدعو إلى بقاء القتل في سوريا بقاء داعش أيضا يعني بقاء القتل والدم والتطرف لا ليس بالضرورة نعم. عندما يذهب الأسد بالتأكيد سنتفرغ نحن كسوريين معا للقتال داعش نعم التعقيب بسيط إلى كلامه طبعا نحن عانينا من نظام البعث في العراق وأنتم تعانون من نظام البعث فهناك مشترك بين العراقيين والسوريين على موضوع بابا لموضوع آخر اللي سببه الحزب البعث في هذا سمع منك لسؤال نهال توجهيه للجهة الأخرى تفضل إلى هنا لا تفضل لديك فترة تفاعل بثلاث دقائق نريد منك ليس إحراجا وإنما تفاعلا حقيقيا ودفاعا بالحجة هذه هي روح المقارعة والمناظرة التي نبحث عنها تفضلي بداية أستاذة نغم هل تري أنه بدعم أمريكا وسقوط نظام الأسد ستحل أزمة سوريا رجاء الإجابة بنعم أو لا هل ستغير هيلاري كلينتون وضع العرب الوضع الحالي للعرب عند تولي منصب الرئاسة في أمريكا؟ ليس بالضرورة. حسناً، أجيبي باختصار. من الأكثر شدة في القضاء على التنظيمات الإرهابية؟ الديمقراطيون أم الجمهوريين؟ لا الجمهوريين ولا الديمقراطيين. كلاهما مثل بعض. برأيك من المتحكم في التدافع السياسي في الوطن العربي سيدة نغم؟ دولياً ولا محلياً؟ دولياً. الاقتصاد حسن ما رأيك بتغول إيران وإعلاء شوكتها في فترة رئاسة الديمقراطيين بعتقد هذا نتيجة وجود الفراغ الأمني في كل المناطق الموجودة في إيران سيدة نغم من المسؤول عن تقدم داعش وتفاقمها في العراق وسوريا
هي لم تتفاقم، هي تقدمت واكتسحت وتمددت. تمددت من بداية 2003 وكان الحزب الجمهوري يرأس الولايات المتحدة بأنذاك، جورج بوش الابن، وهو من اخترع جملة الفوضى الخلاقة، ورأيناها هي الفوضى الهدامة. فمن سمح للقاعدة بداية ومن ثم تنظيم المجاهدين بقيادة مصعب الزرقاوي هم الجمهوريين. أنت تحملين المسؤولية للجمهوريين في تقدم داعش؟ إذا نتحمل المسؤولية بعتقد شعوبنا نحن نتحمل المسؤولية إنه سمحنا. نعم. هل التغافل عن القضية الفلسطينية والتلاهي بقضايا أخرى، أي بقضايا الوطن العربي الحالية، هو ما تهدف إليه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية؟ طبعا ترامب من مصلحته بقاء عدم الاستقرار في المنطقة، بالتالي نلتهي عن إسرائيل. دعنا من ترامب، لن نتحدث عن ترامب. صرح هذا التصريح، هي الأطروحة عن ترامب مش عني أنا. فبالتالي ترامب من مصلحته بقاء عدم الاستقرار في المناطق، وما يحدث اليوم هو عدم الاستقرار، وهو بالتأكيد من مصلحة إسرائيل. لكن ترامب لن يترأس بعد، كيف كان السبب انتخابي في اختلاق القضايا؟ لا لا، مشروع الانتخابي، مشروع الانتخابي وخطابه وتصريحه يقول هو يسعى على سبيل المثال لبقاء بشار الأسد، وهو يعلم علم اليقين أن بقاء بشار الأسد لن يحدث استقرار نهائيا في المنطقة، وسيتعدى حدود سوريا وشمال أفريقيا. حسناً، شكراً. نعم، ثلاث دقائق من التفاعل والمساءلة. طريقة أخرى للتناظر أيضاً نريد أن نجربها مع أسامة، ما رأيك لو نعطيك ثلاث دقائق تتوجه للأستاذ؟ نفس الشيء بسرعة بإيجاز. نعم، تفضل. تفضل بسرعة بإيجاز شديد. أوكي، ثلاث دقائق. لا، بإيجاز شديد لأنه عندنا فقرة ثانية. تفضل. أوكي. سيدي، سؤال بإيجاز، يعني في ملف الروس السوري، ألا ترى سيدي بأن تواصل القصف السوري، أو هل أنت تدعم القصف الروسي على العزلي والأطفال والنساء في سوريا؟ قبل الربيع العربي كنا ننظر إلى سيدي القصف الروسي، هل تدعمه في على العزلي والأطفال والنساء مختصرة في سوريا؟ نعم أو لا؟ أرجوك. قبل الربيع العربي أرجوك سيدي. نعم أو لا؟ القصف الروسي ننظر ليس إلى طيور في السماء، اليوم ننظر إلى طيارات روسية وإيرانية. القصف الروسي مختصرة. كل القصف خاطئ. القصف الروسي، كل القصف خاطئ. شكرا سيدي. الروسي خاطئ. هل تعلمون القصف الإيراني خاطئ؟ القصف الروسي خاطئ. القصف السعودي خاطئ. هل تعلمون سيدي بأن دونالد ترامب يدعم بوتين وبالتالي يدعم هذا القصف؟ هذا كلام هيلاري كلينتون وليس كلام. ألا يدعم ترامب؟ لا، أنت تأخذ الكلام من هيلاري كلينتون. برنامج هو الانتخابي. ترامب قال أنا ممكن أتفاهم مع ممكن بوتين. ممكن أتفاهم يعني ممكن أتفاهم مع أي دولة بالعالم لمصلحة أمريكا، وهو ليس سنياً يعني وليس شيعياً، هو ليس مع مش طرف أي دولة في العالم. روسيا هو ليس مع طرف ضد طرف آخر، لديه مصلحة أمريكا أولاً، ولا يريد أن تكون هناك أي حروب في الشرق الأوسط. يعني مصلحة أمريكا أولاً وليموت الأطفال والعزلة في سوريا. نتقدم في نقطة أخرى. أوكي سيدي، في رأيكم أليس تواجد القاعدة وامتدادها لداعش وللشرق الأوسط اليوم، أليس ذلك نتيجة سياسات الحزب الجمهوري في 2003؟ نعم، هذا سياسة الحزب الجمهوري، ولكن دونالد ترامب هو يطالب الإصلاح، إصلاح حزب الجمهوري وحزب الديمقراطية، ولن يتبع نفس السياسة. لا يتبع رغم سياسة أن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس نفسها في 2003. سياسته أمريكا أولا، وأتمنى أن تكون سياسة المغرب أولا، أتمنى أن تكون سياسة سوريا أولا. سياسة أمريكا أولاً وليموت الأطفال. أتمنى أن تكون سياسة العراق أولاً. وليدمر العالم العربي. هذا ما عمله جورج بوش، وهذا ما عمله أوباما، وهذا ما عملته كلينتون. إذا وهيلاري. كانت أمريكا هي الأولى، هيلاري دمرت أربع دول عربية إسلامية، وستدمر السعودية وستدمر تركيا. هي مشروع التدمير البلدان الإسلامية. نجحت في أربع بلدان وستنجح في تدمير سيدي السعودية. سيدي لم تجيبوا عن سؤالي. شكراً. العالم العربي في خطابك. كانت هذه فقرة المساءلة والتفاعل المباشر كروس فاير كما نسميها باللغة الإنجليزية، وضرورية في الحقيقة لأن يتحدى بالأسئلة طبعا وبالحجج كل طرف للطرف الآخر، وفيها منطق جيلين أيضا، أن شاب يسائل أو يسأل خبراء أو مطلعين أكثر. إذن موضوع العلاقات مع السعودية موضوع مهم جدا طرحته منذ قليل أستاذ مازن في علاقة بالنفط، تصريحات ترامب معروفة هنا، كيف يجرؤ مرشح أن يقول بقرة حلوب عن دولة نفطية مثل أو يجب أن تدفع لنا، وإذا حان حلبها لابد أن نحلبها، تعرف جيدا تصريحات ترامب. بالتأكيد هذا ما قاله، قال هناك أموالا
في السعودية، كان هناك أموال في اليابان، في ألمانيا. قال أنه الولايات المتحدة تحمي كثير من البلدان، الأسطول الأمريكي يجوب في الخليج ويجوب في البحار، إذا كان هناك تعدي على المملكة العربية السعودية من إيران ستقف الولايات المتحدة لتحمي السعودية، ولكن إذا صار هناك تحدي إلى اليابان أيضا ستقف الولايات المتحدة. يطالب باسترجاع الأموال لحماية هذه البلدان. طب هل هذا منطق رجل دولة أم منطق تاجر؟ نعم، منطق رجل تاجر يفكر بالأموال، أنه يقول أمريكا أولا، لماذا تنفق أمريكا الأموال لتحمي كل هذه البلدان؟ لماذا؟ المال أساس الأعمال، والعمل السياسي يتطلب كثير من المال. الاقتصاد هو من يدير السياسة وليس السياسة وليس تدير العكس. الاقتصاد. نعم. عندك تعليق أسامة؟ نعم. قال الأستاذ أنه يعمل بمنطق رجل تجاري، نحن نتاجر في أرواح الناس في الشرق الأوسط حتى نعمل بأرواح الناس. لا، تجاري الاقتصاد، الاقتصاد الأمريكي. لو كان هناك استقرار أمني في الشرق الأوسط لتاجرنا مع أمريكا. والاقتصاد الأمريكي مبني عما سوف تعطيها هذه الدول لكي تحمى؟ الاقتصاد الأمريكي كله مبني على هذا؟ ما تاجر بالقضية العربية هي هيلاري كلينتون التي استلمت أموال من كثير من البلدان. كنتم من ترامب رجل تجاري، يعني منطق تجاري الذي يعتمده ترامب. لا، هو هذا لمصلحة أمريكا، أنه اقتصاديا يريد أن ينجح أمريكا اقتصاديا، اللي هو في الأطروحة. لكن هيلاري شخصيا عن طريق زوجها مؤسسة كلينتون الخيرية استلمت أموال لتعطي أفضلية إلى هذه الشركات، هي استغلت منصبها في أربع يعني سنوات كوزيرة خارجية. يعني أنا بس بدي أعقب. سأفسح لك المجال، نأخذ فقط رأي السيدة نغم وسأسألك سؤالا ونفتح الباب لنقاش في موضوع آخر. تفضلي. أنا بس بدي أكمل الجملة. هو قال أن السعودية هي كالبقرة الحلوب، عندما يجف ضرعها علينا أن نذبحها. لم يقول التكملة، لكن هو قال الجزء الأول. التكملة موجودة. قال هذا. قال الجزء الأول حرفيا. نعم. قال هيك. فبالتالي هون ينتفي التبادل الاقتصادي، بل هو امتصاص لهي الخيرات الموجودة، ومن ثم نرمي السعودية. والسعودية ليست فقط هنا دلالة على دولة واحدة، نحن أعتقد أنه يقصد كل منطقة الشرق الأوسط، كل الدول النفطية. طبعا ما بس النفطية، لأنه نحن في عنا دول لا تعتمد على النفط، لكن عندها صناعات وعندها خيرات في الأرض، وإذا جف ذرعها سيذبحها. نذبحها. هذا لماذا لم يكن للسعودية أي رد على هذا الموضوع؟ لماذا لم تصرح أو تنتقد هذا القول كما فعلت اليابان وكوريا؟ عندما صرح بذلك صرح على السعودية واليابان وكوريا. هذا ربما تسأل عن الدبلوماسية السعودية. بس شوفوا للدكتور جبير بسأله. أنا وددت أن أسألك في باب آخر، حتى نتقدم قليلا. البعض يرى أن ترامب يجمع بين موقفين متناقضين، في الحقيقة يجمع بين الأمر ونقيضه، كأن يقول مثلا أنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران لأنه يعتبر الولايات المتحدة الطرف الخاسر في هذا الاتفاق، وهو ما يرضي دول الخليج حتما وعلى رأسها السعودية. والموقف الثاني هو أنه يقول لن يقدم الحماية لحلفائه مثل السعودية إلا بمقابل. كيف يمكن تفسير هذين الموقفين المتناقضين؟ ماذا عن إمكانية تطبيقهما أصلا إن وصل للبيت الأبيض؟ بداية عن موضوع دولة إيران، هو صرح بأن دعم أوباما ودخوله في اتفاقية مع إيران، اتفاقية النووي، هي بمثابة هلاك للشعوب للشرق الأوسط. لماذا؟ كذلك هو وصفها بالدولة السيئة أو الدولة الإرهابية التي تريد أن تسيطر على الوطن العربي. حقيقة ما قاله تكاد حقيقة واضحة لجميع الوطن العربي. نعم، خطر إيران، عفوا، خطر إيران يكاد أن يجتاح الوطن العربي أجمع. إن سيطرت إيران الآن على الوطن العربي، فبالتالي ستنفذ ما تريده، وهو أن ترى الوطن العربي جميعه عبيد بالنسبة لها. لم تجيب عن سؤال التناقض. الموقف متناقض والانسجاب مطلوب في المواقف السياسية. كيف هو متناقض؟ متناقض. هو قال أن إيران أن دعم أوباما لإيران بمثابة انتهاء الشرق الأوسط. نعم، ولكن بخصوص موضوع السعودية، هو قال أن السعودية من واجبها. هو هدد بإلغاء الاتفاق النووي أصلا. سيدي، لا تصحيح هنا، هو لم يقل إلغاء. سنعيد النظر في إذا وصلت إلى الحكم سأعيد النظر مواد بالاتفاقية النظر النووية. غير راضية. هناك مواد يريد تصحيحها، هو ليس ضدها وإنما يريد أن يصحيحها. هو وصف أمريكا بأنها الطرف الخاسر في هذا الاتفاق، يعني ضمنيا رافض. من وجهة نظره أنه أوباما أعطى الكثير إلى إيران، قد يكون خاطئ، ليتفاوض مباشرة. إعادة النظر تقول بالإلغاء. أسامة ثم تفضل. تفضلت نهال وقالت بأن إعادة النظر في هذه الاتفاقية لأن إيران دولة إرهابية، وروسيا
إذا كانت إيران دولة إرهابية فقط بسبب هذا الاتفاق النووي، روسيا ما تصنعه في الشرق الأوسط أليس إرهابا؟ دون وسم الدول وتوجيه اتهامات مباشرة، بما ننتقد السياسات، ننتقد السياسات وهذا حسب يعني واقع الشرق الأوسط. أنا لا أتكلم يعني عن 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 شيء غريب، هذا واقع ما تصنعه روسيا هناك. ولو كان الإرهاب حسب مفهوم الإرهاب عندك، يعني إذا كان الإرهاب هو ما تصنفه منظمات أخرى، الإرهاب أرجوك الإرهاب هو استعمال أساليب العنف والصراع للتغيير. الأيدولوجية الروسية تكاد أن تكون واضحة على خلاف إيران. لو نستمع لا يمكن نستمع الاثنين. نعم أكمل بإيجاز. روسيا هي تتكلم بأنه إيران إرهابية ولذلك ينوي دونالد ترامب أن يراجع اتفاق النووي. أنا أقول لك بأن هناك ما هو أخطر من إيران في الشرق الأوسط، أخطر بكثير من إيران، وهي روسيا والتي ينوي ترامب أن يكون يعني أن يكون بينهما ود وتحالفات. هذا خطير جدا. وعدت سيدة نغم ويجب أن أفي بوعدي، تفضلي. موضوع إعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني وموضوع معاداته لإيران هو غير صحيح، لأنه بناقض نفسه، لأنه بيعرف أنه بقاء حكم الأسد في سوريا يعني بقاء إيران في المنطقة وفي لبنان ووصولا لليمن الحوثيين اليوم، فبالتالي هذا تناقض واضح. ما بعتقد الاثنين حيختلفوا عليه. خلي أكمل. نحن في الشرق الأوسط، دعونا نقرر من أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا. نحن سكننا جارا مع سوريا لآلاف السنين، لا ننتظر هيلاري كلينتون اللي تقول لنا هل العراق صديقة مع سوريا أم لا. لدينا جار مع تركيا، مع السعودية، مع إيران. في هذه المنطقة أنتم لديكم جار مع تشاد، أنتم اختاروا إذا هم أصدقائكم أم غير أصدقائكم. لا ننتظر الحزب الديمقراطي ما هو رأيه عن علاقة العراق بالكويت، نحن نقرر. لا بس حينما نذكر إيران لابد أن نذكر السعودية، لأن النزاع أو طرفي النزاع حتى في الرمزية الدينية أو في المرجعية الدينية هو بين طهران والرياض، ليس سرا هذا. لذلك ذكرنا الموقف الأمريكي أين يقف بين هاتين الدولتين الفاعلتين. نتقدم. أسأل نهال عن ذكرتي فيما ذكرتي وأنت تسائلين السيدة نغم موضوع القضية الفلسطينية الذي تدهور الاهتمام به وتراجع كثيرا. صحيح. بسبب الثورات العربية وكل صحيح. هذا الحراك. لو صحيح. سألنا اليوم ما بين ديمقراطي وجمهوري، يقول المراقبون إنهما يكادان يكونان متناغمين جدا، خصوصا في موضوع القضية الفلسطينية التي أعيدت إلى الرف. هل قادر ترامب فعلا أن يدفع بها إلى الواجهة؟ وقال سأنحاز بصراحة لإسرائيل في أي مفاوضات قادمة. بداية، كما نعلم أن أي رئيس قادم لدولة أمريكا يجب أن يعلن ولاءه ويذهب لدولة إسرائيل ويعلن الولاء علنا، ولكن ترامب لم يقم بخطوة كهذا. وخلال تصريحه لم يقل كلاما كهذا. هو لم يذهب تصريح أنه على علاقة جيدة مع إسرائيل. أقوى من ذلك نهال. إن كنت تثقين فيما أورد، هو قال حتى اتفاقية ترعاها الأمم المتحدة وتدفع نحوها الأمم المتحدة لا يمكن أن أقبل بها، لأنها سترفع الغطاء وستحرج دولة إسرائيل. ولكن هناك يعني حتى حل أممي السيد لا يرضيه. ولكن هناك شيء جيد في هذه القضية، أن ترامب اعترف أن هناك قضية فلسطينية. مجرد اعترافه أن هناك قضية فلسطينية يمكن أن ينتهي، أن يقوم التفاوض، أن يكون هناك تفاوض بين قضية إسرائيل وفلسطين. مجرد اعترافه بوجود قضية فلسطينية، العالم كله يعترف بها. لا دولة أمريكا، هيلاري كلينتون صرحت علنا ان حركه حماس التي تقام في دوله فلسطين هي حركه استفزازيه. أيكون هذا بمثابة اعتراف بالقضية الفلسطينية؟ هي لا ترى أصلا أن هناك قضية فلسطينية. دعيني أذهب للطرف المقابل أسامة وأعود لك. خلي الشباب يتفاعلوا. يعنينا أن قادة المستقبل يكونوا على دراية وعلى قدرة على التناظر، هذا هو الهدف الأسمى والأساسي من هذه المناظرة. أسامة، أنت تدفع بأن موضوع القضية الفلسطينية ليس الأفضل له ترامب. بأي حجج تدفع نحو هذا القول؟ لأن ترامب في برنامجه الانتخابي يأتي بسياسات الهيفي باور، يعني التدخل القوي والتدخل العنيف، بينما هيلاري تأتي بسياسات السمارت باور، قوة ناعمة.
لو سمحتي، تفضلت قبل قليل وتقولين بأن ترامب أفضل العالم العربي فقط لأنه يعترف ولأنه يصرح. يعني هذه السنوات كلها من منذ النكبة في سنة 1948 كل هذا الكلام لم يكفيك؟ كل هذه الاعترافات، كل هذه التصريحات لم تكفي؟ هي تقدر في الرجل وضوحه، وربما الديمقراطيين يعتمدون الازدواجية والتقية السياسية ولا يعبرون بجلاء وبطريقة مباشرة في المواقف. مع الأسف العالم العربي لا نحتاج تصريحات، نحن في الوطن العربي من ارتداء الأقنعة والعبارات الرنانة من الديمقراطيين، يعني حتى ما ندخل بموضوع إسرائيل وسنفعل لم نرى شيء. لا، احنا بصميم موضوع القضية الفلسطينية. سيدة نغم، عبارات الرنانة وتدافعين عن شوف لأنه يقدم عبارات رنانة. نعم، بوضوحه. لن يتفق أبدا على ما يبدو. أذهب إلى رجاحة العقل. سيدة نغم، أنا بس حابة يعني نهدي الوضع شوي، لأنه لا ترامب ولا كلينتون ولا حزب الجمهوري أو الديمقراطي بيقدروا يغيروا السياسة الأمريكية باتجاه إسرائيل. بالتالي أي مرشح بيلعب على هذا الوتر هو ما اللي منسميه نحن ضحك على الدقون، خطاب عاطفي ليس بأكثر. بالتالي بغض النظر من سيرأس الولايات المتحدة يعني مستقبلا، لن يستطيع أن يغير سياسة كلاهما أمريكا. يعني لن يفعل شيء لعملية السلام، حتى كلينتون التي ترينها كلينتون. أي رئيس لن يستطيع أن يغير سياسة أمريكا باتجاه إسرائيل. واضح. سيد مازن، أريد أن نفتح أيضا موضوع العلاقات مع مصر. تعلم معي جيدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كان الرئيس العربي الوحيد تقريبا الذي التقى المرشحين. وهناك من يقول من المراقبين بأن لقاءه بدونالد ترامب إنما كان وديا أو فيه حالة إعجاب أو انبهار أو إحساس بأنه أقرب له من كلينتون. توافق على هذا الطرح؟ ولماذا إن بدأ الأمر لك كذلك؟ ما رأى دونالد ترامب في شخصية السيسي، جنرال السيسي في مصر، إنه شخصية قوية لديها الكاريزما في محاربة من يعادي مصر، إن كان داعش أو غير داعش. إنسان يفضل أن يبني دولته ويستقر أمنيا ويبنيها اقتصاديا. ولهذا السبب يرى ترامب أن بوتين وصل إلى هذه النتيجة، الرئيس الفلبيني الحالي أيضا وصل إلى هذه النتيجة، يبحث عن رؤساء لديهم الكاريزما لمحاربة. لكن هؤلاء الرؤساء لديهم حالة احتقان وانقسام في بلدانهم. السيسي ليس محبوبا من الجميع كما تعرف، إذا ما دعمه ترامب بشكل معلن هكذا، أليس هذا على خلفية موقف ما أو مسافة ما تتخذها كلينتون من الإخوان المسلمين ويتخذها ترامب من الإخوان المسلمين؟ وما حدث خلال سياسة أوباما أنه خسروا مصر، مصر ذهبت إلى روسيا لتبحث عن حليف جديد، كما خسروا في كثير من البلدان. هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي لا يدعم حلفائهم بل يستغلهم، وأكبر إثبات ما عملوا هنا في تركيا ما بالمحاولة. أسامة يريد أن يرد، تفضل أسامة. سيدي، لما تكلمتم عن السيسي وكأنكم تتكلمون عن تاريخ نيلسون مانديلا، يريد أن يحمي دولته ويريد أن يحمي شيئا مع السيسي. وطبيعي أن يتفاهم يعني ترامب مع السيسي، كلاهما معروف تاريخ السيسي في الصعود في الانتخابات، وترامب يعني أن يتفاهم مع السيسي فهو يتفق مع هذا الجانب في 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 صعود السيسي، ومنهجية ترامب الرئاسية تتفق مع منهجية السيسي الرئاسية. ولكم من تتخيلوا آنذاك ما سيحدث في العالم العربي في نعم. نقطة نكتفي بهذا القدر لأنه عندنا أيضا الوقت يداهمنا كما نقول في الأخبار وفي البرامج السياسية دائما. هذا البرنامج تفاعلي ويبث على منصة مناظرة على فيسبوك، وتأتينا في الحقيقة أسئلة نريد من خلالها أو أن نتفاعل مع المشاهدين والمتابعين هذاك، وأن نسمع منهم. سؤال الأول الذي وردنا من ماجد عبازة يوجه للسيد مازن، يقول نص السؤال: إذا خسر ترامب كيف يؤثر ذلك على السياسة الأمريكية بعد الانتخابات؟ خصوصا تذكر معي هنا ترامب قال مرة: إذا ما لم أفز قد لا أقبل بالنتائج، أو قيل شيء في هذا الباب. في حالة لم يكن هناك تزويرا، فإن إذا كان هناك تزوير سنكتشفوا أن هناك 2 مليون شخص متوفي وما يزال يصوتون، عائلتهم تصوت لهم. هناك 18 ألف شخص لديهم هويتين، هوية في هذه الولاية وهوية أخرى.
وجد أن هناك فساد في التصويت. إذن ترامب هو مشروع إصلاحي لفساد الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن. مشروع إصلاحي. مشروع إصلاحي. نعم. هذا رأيك ونقدره. السؤال الموالي لسيدة نغم يقول نص السؤال وهو من رشيد أحمد على صفحتنا على فيسبوك ورد: كيف نثق في سياسة هيلاري كلينتون الخارجية بعد كل ما فضحته تسريباتها؟ طبعا يقصد الإيميلات المسربة هنا. نعم. أنا بس عندي تعقيب للدكتور مازن. إذا نجح ترامب فالانتخابات هي غير مزورة. لن نغرق في التعقيبات على كل. أريد جوابا لسؤال رشيد أحمد. بالتأكيد موضوع استخدام الإيميل أو استخدام كلينتون للإيميل الشخصي هو خرق أمني على درجة عالية وهي اعترفت. كيف الأمور الداخلية قدروا يمشوها أنا ما عندي فكرة، لكن أكيد هذا شأن داخلي بحت. ومع هيك لم تحصل أي تسريبات حقيقية من خلال هذا الإيميل، بل هي اعترفت أنها استخدمت الإيميل الشخصي، لكن أيام المناظرات. نعم صحيح. في البداية هم رشحوا ترامب ليمثل الحزب الجمهوري، في اعتقادهم أن ترامب لن يتعادل مع كلينتون ولن يصل لذلك، ولكن ليس ذكاء، ولكن هناك نقطة في ترامب هو الوضوح والصراحة، هذه المباشرة في المواضيع، إثارة الجدل، هذا ما كان لصالحه وخدم لصالحه بخصوص أصوات لكن هذا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا مشان أن يزيد من كتلة أعدائه حتى داخل حزبه أصلاً. هم أصلاً الحزب الجمهوري قدموا بترامب كممثل الحزب الجمهوري لتصل كلينتون لا أكثر. الحزب الجمهوري حاب ينجح لتصل كلينتون. الحزب الجمهوري غبي لهذه الدرجة حتى يرغب بصعود المرشحة الديمقراطية ويصعد. نعم. غبي لهذه الدرجة. شكرا جزيلا. لأنها ستخدم لصالح الحزب الجمهوري، ولكن ترامب تخدم لصالح الحزب الجمهوري. لذلك هناك صراعات دوما في الكونغرس بين الحزب الديمقراطي والجمهوري. نعم. تخدم. نعم. هناك صراعات وتخدم. نعم. جميل. تقولين نعم ولكن فقط. كلينتون ستعمل جاهدة على أن ترضي الحزب الجمهوري، فبالتالي ستعمل منصب الرئيس. حالة جدل مهمة في الحقيقة. أسمح لنفسي بأن أقطعها الآن وتوجه لك أسامة بسؤال الإنترنت أو سؤال مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك. يأتينا السؤال من رنا زياني ويقول نصه موجه لك: ما الاختلاف بين ما تقدمه هيلاري كرئيسة عما قدمته كوزيرة خارجية؟ من باب تجريب المجرب، يعني كما يقول لك المثل العربي الشهير، جربت كرئيسة للدبلوماسية الأمريكية ولم تقدم الكثير للعالم العربي كما يقول البعض. ماذا يمكن أن يختلف أو فيما يمكن أن يختلف دورها كرئيسة في السياسة الأمريكية؟ عندنا السلطة التشريعية بيد من؟ بيد الكونغرس، والتنفيذية بيد الرؤساء، ويتشاركون فيها مع مجلس الأمن القومي. يعني كوزيرة والوزارة والحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها تلك القوة فعلا. هناك إدارة أمريكية عميقة، كونها رئيسة سيعطيها قوة في السلطة التنفيذية، هذا لا يجب إنكاره. يعني أن تكون جالسا في الحكومة وتقود الدبلوماسية الأمريكية، هذا ليس فعلا شيئا مؤثرا في الإدارة الأمريكية، لأن المؤثر في الإدارة الأمريكية الكونغرس ومجلس الأمن القومي، وبالتالي كونها رئيسة سيجعلها في صف المقارعة مع هذه السلطات تشريعية وتنفيذية، هذا ما يختلف. نعم. نعود إلى ما بدأنا به ونحن شارفنا على الختام ودارت ساعة الوقت بسرعة. أذهب لنهال الحديث شيق والنقاش شيق في الحقيقة. نهال، أعود إليك في 99 ثانية، أظن قلت دقيقة من شوي، في 99 ثانية نعم، تعودين إلى حيث كنت تتخذين مكاني وتقدمين رأيك النهائي أو ما بدا لك بعد كل هذا الجدل، تفضلي. مع احترام الوقت طبعا، سيبدأ عد الوقت الآن، إليك الكلمة. وضوح في السياسة الأمريكية، إظهار لنوايا أمريكا الحقيقية. نعم، هذا ما نريده نحن الشعوب العربية، نحن الشعوب العربية التي انتهكت
وشتتت، بل انهارت وتدمرت. من أجل ماذا وبسبب ماذا؟ بسبب أقاويل الديمقراطية التي تدعي أنها ديمقراطية. عن أي ديمقراطية؟ خمس ملفات الأكثر جدلاً دولياً، أزمة سوريا التي من الممكن أن يحدث هناك تغيير بخصوص ترامب، أزمة قضية فلسطينية اعترف بوجودها من ترامب، أزمة ليبيا التي يمنع فيها أي تدخل وإنزال عسكري، أزمة لاجئين كل حلمهم هو العودة للوطن الحقيقي. يا سادة، أنا لا أمدح ترامب ولا أقول أنه الأفضل للوطن العربي، ولن أقول أنه بمثابة المارد الذي سيغير الأحوال، ولكن هناك سيء وهناك أسوأ. ترامب سيء، ولكن كلينتون هي الأسوأ في الوطن العربي، تنظيم هلكنا وهلك شعوبنا العربية. نعم، ترامب هو الأفضل للوطن العربي لأنه سيوضح الواجهة السيئة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيوحد الشعوب العربية تحت كلمة واحدة، ألا وهي من المحيط غربا إلى الخليج العربي شرقا. هذا ما نريده، وحدة الوطن العربي. والسلام عليكم. الوقت نهال تؤثر البراغماتية، و أسوأ أو أفضل السيئين كما قالت، أو أهون الشرين كما نقول. أذهب لأسامة ليقول ما لديه حتى نختم. تفضل أسامة، خلاصة هذا الجدل من ناحيتك في 99 ثانية أيضا، العد يبدأ الآن، تفضل. ترامب ليس الأفضل للعالم العربي، لأن الأفضل أيها السادة الكرام هو الذي يقدم قيمة مضافة، والذي يقدم شيئا يتميز به عن المرشح الآخر. حينما أحلل سياسات ترامب تجاه العالم العربي أجد أنها لا تحمل قيمة مضافة أبدا، بل وتجر ويلات الأزمات علينا كوطن عربي. ترامب في الجانب الاقتصادي يدعو لتحالف عربي أمريكي لقطيعة مع إيران والصين، فقط لأنهما تشكلان تهديدا للاقتصاد ولميزان القوى الاقتصادي الدولية للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا بالنسبة للعالم العربي عبارة عن انتحار اقتصادي. ترامب يريد أن يجر العالم العربي لوضع بيضه كله في سلة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لن يعود عليه بالنفع أبداً. في الجانب الأمني، تصريحات دونالد ترامب وكذلك برنامجه الانتخابي المليء بكل ما هو إقصاء وسحب، هذا عبارة عن هدية يقدمها دونالد للتنظيمات الإرهابية، هدية تستعملها لنشر فكرها الإرهابي. وحين نتكلم عن نشر الفكر الإرهابي نتكلم عن نشر التواجد الإرهابي. بالله عليكم، على من يعود هذا بالسوء؟ على أقرب بؤرة جغرافية من التنظيمات الإرهابية، أتحدث عن هذا العالم العربي. بعد كل هذا وذاك، لازلتم تقولون بأن دونالد ترامب هو الأفضل للعالم العربي؟ أنا لا أفعل. شكرا. أنت أنهيت قبل وقتك ربما الإبلاغ الأقصى في الإيجاز الأدنى، شارفت مشاهدينا حلقتنا هذه على النهاية، لكن سنرى المفعول السحري لهذه الجهة أو تلك بإعادة التصويت، وهو تصويت نهائي ليذهب كل إلى جهازه، من يدعم مرة أخرى الرقم واحد ومن يعارض مرة أخرى الرقم اثنين. طبعا تضغطون على الزر في رقم واحد أو اثنين حتى نرى ماذا حدث لمواقفكم ووجهات نظركم بفضل مداخلات هذا الرباعي من الجيلين، ضيوفنا الأعزاء بيننا في الاستوديو هنا، ننتظر النتيجة إلى التصويت. نود التنويه في الختام وقبل إعلان النتيجة إلى أننا في انتظار مشاركاتكم دوما في حلقتنا المقبلة التي تستضيفها إسطنبول مرة أخرى في منتصف شهر ديسمبر القادم، من حق غير أن، هذا هو موضوع الأطروحة القادمة. جهزوا أنفسكم جيدا لهذه الحلقة والجديدة والثرية والتي نعيدكم بها، بإمكانكم دوما أن تكونوا طرفا رئيسيا بالمشاركة في مسابقتنا على منصة المختلفة، منصات مناظرة على فيسبوك وتويتر وعلى قناة مناظرة على يوتيوب. لا تترددوا أبدا في إرسال تسجيلات فيديو لا تتجاوز وقتنا الذهبي 99 ثانية. الآن لنرى
نتيجة التصويت وما حدث من تأثير الآراء، ونحن نتداول في الشأن شأن الانتخابات الأمريكية ومن هو الأفضل، أو اخترنا أطروحة منطلقا أن دونالد ترامب هو الأفضل للعالم العربي. النتيجة تكون، يبدو أن الأمور لم تتحرك كثيرا، 33% نعم يدعمون هذه الأطروحة، والباقي طبعا 67% يعارضون وبشدة هذه الأطروحة. كأنه حدث تعادل، أو كأنه الفريقان لم يستطيع أن يغير، أو أن الكفة راجحة منذ البداية ولم ينفع الجدل في تغيير الأفكار. على كل نقاش يدفع دائما ويغير ولو بقدر قليل. واضح الفريق الفائز ولم وحسم أمره منذ البداية على ما أعتقد، فريق اليسار، أو على يسار اليسار، دلالات سياسية نتجنبها، الفريق الذي على يساري نشكره ونشكر ضيوفنا. لابد في الختام أن أشكر ضيوفي الكرام على مشاركاتهم، السيد مازن الأشيقر المستشار السابق للحكومة العراقية، وأيضا السيدة نغم عضو الائتلاف السوري المعارض، ونشكر نهال الدهماني الناشطة والطالبة جاءتنا من ليبيا خصيصا، شكرا. ولا يفوتنا أن نشكر أسامة الأخضر، وكنت عظيما فعلا من مؤسسة عظماء، أو مناظرة العظماء في المغرب، هكذا تسمونها في المغرب. إلى هنا مشاهدينا متابعينا على كل المنصات، نكون قد وصلنا إلى ختام ومنتهى هذه النسخة 24 من مبادرة مناظرة، التي خصصناها لأول مرة للانتخابات الأمريكية والفائز المحتمل والأنسب للعالم العربي كما رآه المتداولون والمتناقشون، خصوصا فيما يتفق أو ما يتعلق بملفات ملحة تهم الشرق الأوسط ككل، لا الداخل الأمريكي فحسب. هذا نقاش هادئ أردناه فرصة لدعم ثقافة التناظر في العالم العربي، ومساهمة بسيطة ربما في نشر حق الاختلاف وقبول الآخر، وأيضا رأيه المختلف، وإعلاء قيمة الحجة والعقل لا قيمة العنف والظلام إن كان لهما قيمة طبعا. شكرا لطيب متابعتكم حيثما كنتم، دمتم بخير، شكرا على التفضل بالمشاهدة، إلى اللقاء.